هذا مجاهد احمد تنديروا التعازيل لوليداته ولا مرته ولا شي حاجه الله يرحمه. وهذا كان صديق ديالنا لا في كره القدم ولا مشيت معاه 76 لا كوب دافريك وكنا اخوه وكنا هذا كنجتمعوا داك الشيء. وانا سمعنا الخبر هذا اثر عليا بزاف انا سيرتو انا كنبغيه وداك الشيء وخا لعابني الوداد وانا تنبغيه بزاف عزيز عليا وتمنيتو يمشي للحج هذا العام ولكن الله القدر القدر ديال الله الداهم لكن يلا نتواصلوا يلا تفرقنا يلا كنا مشينا اجتمعنا في المؤسسه ديال محمد السادس في الرباط واحد الاجتماع تيديروا لنا تمايا في رمضان وداك الشيء كاع الرياضيين كنجتمعوا كنا نهار 17 اجتمعنا وداك الشيء وقلت ليه راه مبروك غادي تمشي للحج وهذا وزاد ولكن بعد جانا هذا الخبر مسكين جا هذا الخبر هذا كنا نتمنوه كنا فرحانين من قلبنا الخالص ظلمي غادي يمشي للحج وداك الشيء مع بوينيني والمهدي وعلي واحد الطبقه غتمشي ان شاء الله الله يديها على خير ويجيبو على خير وهذا راه قدر الله يرحمه داه الله بغاه الله داه ما عندنا من الانسان ما عنده ما يدير قدام الله حج واه راه حج مسكين انت هو راه النيه ديالو راه مشى الحج وداك واش نقول لك عبد المجيد الضرمي الله يرحمه والله يجعل سيد ربي يجعل متوه الجنه هذا هو اللي غادي يقول الانسان. وعبد المجيد الضرمي ما نحتاجش انا اللي نهضر عليه ولا واحد اخر المغاربه كلهم كيعرفوه وواحد الانسان طيب طيب بزاف طيب بزاف الله يرحمه الله يرحمه. انتم ادعيوا معاه وكنطلب من المغاربه كاملين ادعيوا معاه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. هادشي اول عماره على وصلنا ببالغ الاسى والاسف وفاه اللاعب العملاق الكبير عبد المجيد الضرمي اللي هو واحد الخساره للشعب المغربي بصفه عامه والمجتمع الرياضي بصفه خاصه. وما كاينش منا اللي صغير كبير راجل هذا اللي ما كيعرفش عبد المجيد الضرمي بالاخلاق ديالو بالتواضع ديالو بالطيبوبه ديالو وكذلك بالفنيه ديالو بالرقه ديالو وبالتمريرات ديالو بلا انت معلميت كنقول المعلم معلم الضرمي زعماك الصراحه خساره للكره الوطنيه وخساره للشعب المغربي والاسره ديالو الصغيره والكبيره. وانا لله وانا اليه راجعون والله يرحمه مسكين والله يوسع عليه. كان هذا العام ناوي مسكين في 2017 يمشي هو ومراته للحج ولكن شاءت الاقدار ان تذهب به قبل هذا اداء المناسك. ومن هذه المنابر ديالكم الاعلاميه الله يرحمه الله يوسع عليه وان الله وان اللي راجع. شكرا لك عبد الحق عليك. ايوا المرحوم الله يرحمه كان لاعب اول حاجه كان بلا كوره كان انسان طيب وكان خلوق وكان وكرتو كبيره وبديت معاه المشوار ديالي في 77 حتى انتقل للحليب ولعبنا جمعين في الفريق الوطني. وبهذه المناسبه كنعزي العائله ديالو والجمهور ديال الرجاء والجمهور المغربي عامه
الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. ففي الحقيقة أنا يمكن نقول لكم أنني كان لي الشرف أنني قيد الحياة ديال عبد المجيد الظلمي، عشرته فريق الأولمبيك البيضاوي، واحد من أنبل الأشخاص وأحسن الأشخاص الذين تواجدوا على الساحة الكرة المغربية. أظن أنني اليوم بعد ما قريت الخبر وشفته على صفحة الفيسبوك ديال الأخ شعيب النعامي، يعني أنا ما حاولت أنني ما صدقش نفسي أنني أمام يعني واحد الأزمة يمكن أن نقول أنها نفسية سببهت لنا يعني وفاة عبد المجيد الظلمي. عبد المجيد الظلمي أسطورة في كرة القدم، أسطورة في الأخلاق، أسطورة قيد حياته في كل ما يمكن أن نقول في حق هذا الرجل. رحم الله عبد المجيد الظلمي، ونتمنى أن يكون كل اللاعبين وكل الناس اللي مروا في الرياضة المغربية يحتدوا بأخلاق هذا اللاعب وبنبله قيد حياته. إن لله وإنا إليه راجعون، ونتمنى أن تكون هذه عبرة للإخوان كلهم من أجل أن يلتفوا حول بعضهم البعض. شكراً.